الدكتور محمد معيط وزير المالية، والوزيرة طبعا نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. كان في اجتماع مشترك بدأ، وهذا الاجتماع بدء تطبيق مبادرة السداد النقدي لمشحونات الصادرات، وذلك اعتبارا من أول يوليو من عام 2021، وبنسبة خصم الحقيقة تصل أو سداد تصل ل 8% بدلا من النسبة المطبقة حاليا، حتى مشحونات 30 يونيو 2021 وقدرها 15%. اتفق الوزيران على أن كل القطاعات التصديرية متاح لها الاستفادة من هذه المبادرة شريطة استيفاء المستندات المنصوص عليها بالبرنامج الجديد للمساندة التصديرية لدى صندوق تنمية الصادرات. وأعتقد هي هتكون كمان يعني الحقيقة مبادرة مهمة جدا، وهتفيد ناس كتير جدا من اللي بيشتغلوا في الصادرات. وهنخلينا مزيد من المعلومات عن هذه المبادرة وما تقدمه مع مستشار نائب وزير المالية الأستاذة نيفين منصور. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. يا ريت حضرتك تكلمينا عن هذه المبادرة واللي هيستفيدوا منها. الحقيقة احنا ابتدينا في مبادرات رد الأعباء التصديرية من أكتوبر 2019، وكل فترة بتشهد ان احنا بنغير في المبادرات على حسب الاحتياج للشركات المصدرة، وعلى حسب طبعا الوضع الاقتصادي والحالة يعني الفائدة في الاقتصاد. فإحنا الفترة اللي فاتت كان بقالنا من نوفمبر 2020 بنطبق مبادرة رقم 6، وهي مبادرة السداد الفوري، ولكن كان نسبة الخصم في لتعجيل السداد 15%. النهاردة الوزيرين زي ما حضرتك أشرت، وزير المالية دكتور محمد معيط ووزيرة التجارة والصناعة أستاذة نيفين جامع، أخذ القرار إن إحنا يعني هنكمل في السداد الفوري، ولكن هيبقى 8% فقط بدل 15%، ودي هتكون نسبة الخصم. فكده معناه إن الشركات المصدرة هتاخد فلوس أكتر، وده عن مشحونات من أول 1/7/21. طب عايزين نعرف من حضرتك إلى أي مدى هي هتدعم المصدرين، يعني هتساعدهم إلى أي مدى، يعني لو قارناها بما سبق يعني. طبعا زي ما قلنا، هو يعني كل خطوه او كل تعديل في اي مبادرات بيكون بناء على يعني حوار مجتمعي مفتوح مع المصدرين، وبنحاول ان احنا نلبي طلباتهم ونحاول ان احنا نعمل حاجات تفيدهم اكتر. فده ال 8% الخصم طبعا هو يعني هيدي الفرصه ان المصدرين ياخدوا فلوس اكتر طبعا. فلوس اكتر معناها سيوله اكتر، سيوله اكتر معناها ان هم يقدروا يعني يلبوا طلبات الانتاج، ويبقى فيه ضخ للسيوله دي في زياده الصادرات. فدي الاستفاده اللي هتعود على الشركات المصدره من الفرق ما بين ال 15% وال 8%. والمبادره هيبدا العمل فيها خلاص من الان. عن مشحونات من اول 1/7/21، عشان احنا حاليا لسه برضه شغالين في المبادره السابقه اللي هي ب 15% لحد مشحونات 30/6/21، فالاثنين هيمشوا بالتوازي مع بعض على حسب تاريخ المشحونات بالنسبه للمصدرين. يعني كل واحد عليه انه يرجع يشوف تاريخ المشحونات بالنسبه له وهيستفيد ازاي من المبادره. مظبوط. بنشكرك جدا الأستاذة نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية، بنشكرك شكرا جزيلا.